في اي بنوسخه قدامي، لدرجه ان انا جالي مدير الفرع بيكلمني وبيقول لي اصل مدير فرع اكتوبر، قلت له كسوم مدير فرع اكتوبر، على كسوم اي مدير في الفرع ده، على كسوم بنك مصر على اللي بيشتغلوا فيه، عليا انا عشان بتعامل معاكم. هو الراجل اتلهى، لان انا النهارده بص انا كان في شيطان قدامي كده، انا كان النهارده كان جوايا شيطان بسببه، من 10 لـ2:30 عشان يعملوا زرار، يدوسوا على زرار يفعلوا لي حاجه بس. فيعني ميتين ام الدوله، ميتين ام الدوله، ميتين ام الشعب، على ميتين ام الناس اللي ساكته على الوساخه اللي بتحصل دي. بجد بجد احنا البلد الوحيده اللي لو رجعت لورا هتتقدم. يا ولاد الوسخه، يا ولاد الوسخه، احنا من 70 سنة فاتوا كنا احسن من كده، كانت النسوان بتمشي في الشارع لابسه من جيب محدش بيقدر يقيم عينه فيها، ولو حد بس قالها بنصور يا هاني تقولي عسكري، العسكري المحترم يجي يجر على الاسم. يا ولاد الوسخه، يا شعب وسخ، يا شعب جعان، يا اللي بتقولوا اصل لبس البت مستفز، هو من 70 سنة ما كانش لبس الستات مستفز؟ يا عالم يا جعانه يا ولاد الوسخه، لما اركب تاكسي مع واحد سواق تاكسي يفضل يعدل لي المرايه ويقول لي صباح الخير، يا اخي كسومك، صباح الخير عليكم على دماغك. احنا كلنا ولاد وسخه، والمصحف كلنا ولاد بما فيه ما انا، انا بنتي 60 وسخه ان انا قاعده هنا، انما انا امين الشرطه العرس بتاع امن البنك واقف يعني بيهرش، وحياه ربنا ما بهرج، بيهرش لا مؤاخذة في بتاعه، واقف بيكلمني باسلوب وسخ. ايه القرف ده يا اخي؟ على ميتين ام الشرطه، على ميتين ام الشعب، على ميتين ام الدوله. هي دي الدوله اللي دول العالم بيتامروا عليها يا اخي؟ كسمكوا. فان على ميتين ام الدوله وميتين ام الشرطه، لما يقف واحد خوي يعاكسني من الشرطه يبقى كسومين ام الشرطه. فيخرب اتفو على دي دولة، اتفو على ده شعب، واتفو عليا انا كمان عشان عايشة هنا. يلا سلام.